يقول إن لخال وقد توفي منذ حوالي سنتين أو أكثر، ولخالي أخ أكبر منه، وطلب مني أن أحج لهما وحجيت. ولما ذهبت للحج وفي يوم رمي الجمرات ضعت عن الأخوة الذين معي وتعبت في البحث عنهم، فلم أذبح في اليوم الأول وذبحت في اليوم الثاني، وقد حلقت رأسي في اليوم الأول، فهل يجوز لي أم لا؟ وهو يقول وقد حجيت عنهما، أنا أعتقد أنها يعني حج عن واحد منهما وسيحج عن الثاني إن شاء الله تعالى. الحمد لله، هذه النقطة التي أشرت إليها وهو قوله إنه طلب أن أحج عنهما فحج، هو يمكن أن يكون حج عن واحد منهما، أما إذا حج عنهما جميعا في نسك واحد فإنه لا يجوز، لأن النسك الواحد لا يتبعض، لا بد أن يكون عن شخص واحد. فإذا أراد أحد أن يحج عن أمه وأبيه مثلا في سنة واحدة بنسك واحد فإن ذلك لا يجوز، وإنما يحرم عن أبيه في سنة أو عن أمه في سنة وعن والد الثاني في السنة الأخرى. وأما بالنسبة لما فعله من تأخير ذبح إلى اليوم الثاني والحلق في اليوم الأول فإنه لا بأس به، وذلك أن الإنسان يوم العيد ينبغي أن يرتب الأنساب أول، فإنه كالتالي: أولا يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل، ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. فإن كان قارن أو مفردا وقد سعى بعد طواف القدوم فإنه لا يعيد السعي مرة ثانية. نعم.